النقاط، مباراة جمعت الفريقين، مباراة كبيرة كانت، وشاهدنا نادي السحاب وماذا قدم في ذلك اللقاء. لم ينتظر دقيقة، هنا دقيقة أولى يفتتح التسجيل حمزة الدردور، حمزة يفتتح التسجيل لنادي الرمثة ويحرز أول الأهداف. نادي الرمثة وطموح الصدارة ولو مؤقتا، الجمهور المتعطش، الجمهور المنتظر، هنا حمزة الدردور لم يتأخر كثيرا ويعلن عن أول أهداف نادي الرمثة. هدف ولا أروع، خطأ دفاعي كان من قلبين الدفاع، كيف لكم أن تتركوا حمزة الدردور وحيدا في هذا المكان؟ شوف الإعادة وشوف الذي حصل، خطر في التمرير وشوف الدردور. هذا مصعب اللحام، مصعب مر ولكن لا يوجد خطأ. مواصلة اللعب لقرار ركلة جزاء. محمد أبو زريق، الشيف الماهر، الطباخ الماهر، الشرارة أبو زريق ولعها، الملعب ولع، والرمثة ولع، والتعادل يعود، والكأس يعود للرمثة من جديد. ابتعد لمدة دقيقتين ولكن سرعان ما عاد، والألوان الزرقاء، الجمهور الرمداوي أبو زريق يشعل الفرح هنا في استاد عمان الدولي بكل الألوان، والطباخ الماهر الشيف البارع محمد أبو زريق يعيد المباراة ويعيد الدوري إلى الرمثة. عاد الدوري الآن للرمثة، طلع من الرمثة لمدة دقيقتين. أنت وزملائك يا زحراوي. إلى اللاعب نادي الرمثة على الجهة اليمنى، الهدف إلى والله. الله 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 الله. حمزة الدردور، اسمع يا رمثة، اسمع يا رمثة، الهدف الجميل بأحلى عاشقينه من سنينه، عاشقينه من سنينه، شايفينه يهزم خصمه، هذا حبي للنهاية. مصعب اللحام يرسل الكرة، هي لحمزة الدردور، خطير الدردور، أوه. إن كان حمزة موجود فلا يوجد مثل لدغة الكوبرا، الكوبرا يلدغ، وانطلاقة هناك الشرارة هي للدردور، خطيرة لحمزة، حمزة الدردور، هي كرة، جول لحمزة الدردور. لفينا العالم، لفينا وزي الرمثة ما لقينا. الله، هدف عكسي والأصفر نادي الحسين، كرة شرارة وصلت لمصعب اللحام، وهذه تسديدة. الله، هو اسمه مصعب، هو لحام، هو اسمه مصعب، هو من نار، هو اسمه مصعب، يمتلك تسديدة وقبضة حديدية مرعبة، قدم لا ترحم. الله الله، تصير شرارة من الأول والثاني، يا سلام يا سلام. مرتداتهم نار، مثلث برمودا نار، الدردور جول. متواجد دائما ولكن حاله صعب يا حمزة يا الدردور، هي كرة للدردور، حمزة يمر خطيرة، حمزة هي كرة جول لمصلحة الرمثة. لفينا العالم، لفينا وزي الرمثة ما لقينا، وهدف من حسان يحسن التسديد، ولكن الأجمل هو المرور من حمزة الدردور الذي يعود بمرور ومهارة الفنية حسان، وتدخل
من المدافع المناصر حسان يرسل كرة خطيرة. الله، جول من الكوبرا حمزة الدردور، هدف عالمي من حمزة الدردور. الكرة كانت من حسان، صناعة من حسان جميلة باتجاه شرارة، شرارة شرارة وتسديدة قوية. جول من شرارة، هدف ولا أروع، تسديدة في القدم اليسرى على يمين الحارس أسامة الكوامل. هدف رائع رمزاوي هنا في الدقائق السبعة الأولى. صافة عدة مرات متكررة لدى الحسين الذي ما زال يبحث عن أول ألقاب الدوري، وهذا بشار، مصر بشار، مصر بشار على الهدف الأول. بشار ذيابات يفتتح باب التسجيل للرماتنا، الأولى لم تأتي عند المتحفز بشار. إلى أبو زريق، إلى ماجد عثمان، سدد عثمان والثاني، عثمان والثاني، الله عليك يا ماجد. هدف على الواقف من بيروت لعمان ليربد للرمتا، هدف لماجد عثمان. المعدل التهديفي وماجد عثمان، فرصة هدف ثالث للرمتا، هدف ثالث للرمتا، وبنفس الطريقة ماجد عثمان بهذا الهدف أصبح في بطولة الدوري 49 هدف. الرمتا أفضل بكل شيء، وهذه ركنية، ممكن هدف رابع، هذه خطيرة من الحوراني ومتابعة لخير الله، وهدف رابع، الرابع لخير الله. غريب عجيب الحسين يتلقى هدفين، والرمتا آخر حلاوة. قادر قادر الحسين أنه يرجع للمباراة، ولكن حمزة الدردور هل يسمح بذلك؟ لا يسمح حمزة الدردور، وركلة جزاء. آخر فوز للرمتا كان بنتيجة 4-1 كان عام 2000، الآن حمزة الدردور إلى 5-1، 5-1 الرمتا يتقدم. حمزة الدردور يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري. حمزة الدردور يتقدم، حمزة بالسرعة القصوى، هذا الخطير حمزة الدردور، راوغ حمزة يعود الخلف إلى بشار، والتو جميلة خطيرة، هو ما في غيره، ما في غيره، حمزة الدردور هو الذي يعمل الفارق، وهو القادر على افتتاح التسجيل وينجح بذلك. لمسة واحدة من الدردور ينجح من خلالها بإفراح الجماهير الموجودة والحاضرة في هذا اللقاء. والتو والأروع بين حمزة ومصعب، لمسة واحدة، الخبرة موجودة عند هذا اللاعب، هذا اللاعب يعني الخبرة يعني الفارق. حمزة الدردور ينجح بافتتاح التسجيل لمصلحة نادي الرمتا. شاهد الإعادة، شاهد هنا حمزة وبشار النيابات، وهنا حمزة الدردور تحت، وهنا مصعب اللحام على تنفيذ الركنية، وخطير على مرتين وعلى دفعتين، هنا الكوبرا، حمزة الدردور يفتتح التسجيل لمصلحة الرمتا، هو الخطير، هو المنقذ، هو صاحب الحلول، وهو أبو الحلول، مصعب اللحام يحرز أول الأهداف لمصلحة نادي الرمتا وسط أجواء مشتعلة وملتهبة هنا. عبد الله فخوري، خاطئة تعود رمتاوية، تصل عند شرارة، خطير، كيف لك أن تخطئ أمام شرارة؟ هذا اللاعب لا يرحم، هذا اللاعب لا يضيع الكرات، هذا اللاعب حاسم تعرفونه جيدا وتعرفونه جيدا، وتمرر مثل هذه التمريرة يا أحمد ثائر، هنا هدية تصل عند الرمزة وتصل عند الخطير شرارة الذي يضع الكرة في الشباك، وعلى يسار الحارس عبد الله فخوري، هدفين مقابل لا شيء، هدفين للرمزة، هنا فرحة جمهور الرمزة، أجواء ولا أروع. لاعب سريع، لاعب موهوب، لاعب مهاري، يخترق شرارة أمام الثبيري، وهنا ما زالت الكرة عند شرارة، لا 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 لا، الرمزة في صورة مختلفة،
في لقاء اليوم. الرمزة لا يرحم، الرمزة مع هذا الجمهور ومع هذه الأجواء ماذا يفعل؟ يحرز ثالث الأهداف لمصلحة الرمزة متقدما على نادي الوحدان الزهراوي. نادي الجليل، وهنا فرصة خطيرة كانت عند مهند، وهنا تسديدة قوية. أوه! هدف ولا أروع، الرمزة يفتتح التسجيل بتسديدة ولا أروع، الرمزة يفتتح التسجيل ويا له من هدف، تسديدة ولا أروع وسط دهشة من المدرب أمين فيليب. مرة ثانية كرة لمصلحة الشباب تعود الرمزة، وخطرة خطرة خطرة خطرة، ولكن أين يذهب كل الخطورة؟ وجول جول 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 جول. الغزلان يشعل المدرجات، الغزلان قاب قوسين أو أدنى من الصعود على منصات التتويج، الغزلان عند ثقة أهل الرمزة، الغزلان يدك الشباب الشباك الشبابية في هذه اللحظات. نتابع الكرة الماضية، مقطع بالرأس من كولوبالي، من جديد رمزة، ويا الله 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 يا مصعب، الله عليك يا مصعب اللحام. جول 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 جول. كان يرمتوي في شباك شباب الأردن الثانية، وسجود لله سبحانه وتعالى. نعم يستحق الشكر وسجود. جماهير الرمتة، جماهير الرمتة تهتف، جماهير الرمتة تلتهب، جماهير الرمتة ولا أجمل، جماهير الرمتة الفرحة الكبرى. كما ذكرت ألف ليلة وليلة، ليلة رمتاوية تاريخية، ليلة رمتاوية تاريخية هنا على استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الشباب. شوف الإعادة وشوف القنوط. ملعوبة الكرة طويلة في الأمام بالرأس لمصلحة الرمتة، خطر الكرة ولكن كثافة دفاعية، كثافة دفاعية وتسديد على الطائر بن وصف محمد فلنتي، ركلة جزاء. الشرارة هل تشعل النار من جديد؟ الله 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 يا شرارة، شرارة يشعلها من جديد، والنار تلتهب من جديد، والمباراة تلتهب من جديد، وثلاث أهداف مقابل هدفين. الرمزة يعود من جديد ويتقدم بثلاث أهداف مقابل هدفين لمصلحة شباب الأردن. ويسجل الجعيدي، تصدى بالركلة الأولى ولكن شرارة عاد 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 وطرق الشباك ويتحدث الجمهور بحركة يفهم عليه الجمهور. سد طائق يا رمزة، كرة ملعوبة، كرة ملعوبة، وانطلاقة انطلاقة 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 داخل ال 18. الله 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 الله. يا شرارة، شرارة اسمك في التاريخ، شرارة اسمك على لوحة الشرف، شرارة يسجل الثالث والرابع، شرارة 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 يشعلها، شرارة يولعها، شرارة يوقدها، شرارة شرارة شرارة. أربعة أهداف مقابل هدفين مع الدقيقة 84. بين الرمتة والعقبة والانطلاقة السريعة السريعة، كرة خطيرة خطيرة، جول جول جول. وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي، لسان الحال
بالنسبة لجماهير الرمثة الحاضرة في مدرجات الحسن في عروس الشمال. الله يا الصحراوي، البديل يتكلم، البديل. انطلاقة سريعة، 3-1، 3-1، شرارة الخطير، شرارة المهاري، شرارة بتقدم فرصة الثاني، هذه خطيرة، خطيرة، خطيرة شرارة، إمكانية للتصويب، هل يقتلهم؟ الله! قتلتني يا شرارة، قتلتني وستعيد قتلي دائما يا شرارة. الله على الفنان، الله على الموهوب، الله على قدم لا تعرف إلا درب الشباك. الله يا شرارة، يوجه إنذارا شديدا اللهجة لكل المنافسين، نحن قادمون، وكأنه يقول لن نتنازل في هذا. تشكيلة الرمثة، وهنا خطيرة داخل منطقة الجزاء من شرارة، يلعبها أرضية خطيرة، هو مصعب اللحام الغائب 86 يوما يعود الآن، ومنذ الدقيقة الأولى يفتتح التسجيل لنادي الرمثة. في الدقيقة الأولى لم ينتظر كثيرا مصعب اللحام، غاب كثيرا واشتاق كثيرا لهذه الأجواء. مراوغة جميلة من أبو الكاس، يتقدم أبو الكاس الأول والثاني وركلة جزاء، كوليبالي ورشيد، كوليبالي، كوليبالي، وينجح ويحرز ثاني الأهداف لمصلحة نادي الرمثة. هدف التعادل الرمثاوي من داخل منطقة الجزاء إلى مصعب، مصعب يراوغ، مصعب داخل منطقة الجزاء، مقطوعة، ركلة جزاء، شرارة ورشيد، يتقدم شرارة، شرارة، وينجح ويحرز ثالث الأهداف لمصلحة الرمثة. الرمثة يحرز ثالث الأهداف عن طريق ركلة الجزاء، ويحرز الهدف الثالث بعدما أحرز هدف التعادل، ينجح ويحرز الهدف برا مصلحة فريق رمثة. شرارة، يتقدم شرارة، يسدد شرارة، وهدف رائع، هدف ولا أجمل عن طريق شرارة. شرارة يشعل المباراة من جديد بهدف رائع في الدقيقة 25. شاهدت كرة قوية على يسار نور الدين بن عطية في الملعب، أيضا مقطوعة، حمزة الدردور، حمزة يتقدم، حمزة هجم الآن خطير لفريق الرمثة، وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق حسان الزحراوي. حسان الزحراوي يتقدم في العمق الدفاعي الوحداتي ويزور الشباك في الدقيقة 3 من الشوط الثاني. إلى المناصرة، يتقدم المناصرة، يراوغ، تمريرات جميلة لفريق الرمثة، الآن كرة عند حمزة، حمزة الدردور، حمزة الدردور، والهدف الثاني، هدف ملعوب لفريق الرمثة، هدف رائع، هدف من جملة وسلسلة تمريرات ولا أروع، أجمل هدف تكتيكي لغاية الآن في الدوري وعن طريق حمزة الدردور. أتمنى أكيد التوفيق للفيصلي، وصلت في بطولة اتحاد الآسيا، وكوليبالي، والله جول من الكوليبالي، يحلق فوق الجميع ويسجل أولى أهداف اللقاء هذا اللاعب الماكر. يا لعامر أبو حضيب، لماجد، ماجد خطير، ماجد، ماجد يمر، وهي كرة تسديدة، الله، جول عالمي من لاعب جميل ورائع، هو شرارة، نار 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 يا شرارة في الكرة الماضية، الله الله عليك، ما أروعك، هدف جميل من شرارة. ركنية عند نادي الرمثة ملعوبة من اللاعب مصعب، دفعة فرسية موجودة، هو هو هو، ما في غيرك يا دردور، مهما تلف والدور لا يوجد سوى حمزة الدردور، ينهي الأمور ويحرز أول الأهداف لمصلحة غزلان الشمال. الرمثة يفتتح التسجيل في 8 دقائق الأولى، يريدون اللقب، يريدون اللقب، غائب عن خزائن النادي لأكثر من 40 عاما، وهذه اللحظة. وانطلاقة عند الرمثة، والتو بين علي عزايزي ومصعب، أوه
نبدا ينجح ويحرز ثاني الاهداف، ثاني الاهداف لا ينتظر كثيرا، كل 10 دقائق نشاهد هدف لمصلحة نادي الرمسة. يا لها من مباراة، الرمسة يقسو على معان ويحرز ثاني الاهداف هنا امام الجماهير الموجودة والحاضرة. منذ البداية شاهدنا الكرة الماضية، وهنا حمزة الدردور، حمزة ملعوبة في الجهة اليسرى، تصل عند مصعب اللحام، مصعب يراوغ، مصعب خطير، مصعب خطير، ثلاثية رمزوية، ثلاثية، وهذه المرة العائد هنا مصعب اللحام ينجح بإحراز الهدف بكل براعة. هي لعبات اللاعب مصعب اللحام، وهنا مصعب ينجح ويحرز ثالث الأهداف، مهرجان أهداف هنا في هذا اللقاء. نادي الرمسة يريد أن ينفرد بالصدارة، يريد اللقب، الغائب عن خسائر النادي، الجمهور مشتاق للحصول على لقب البطولة. وهنا الانطلاقة تبدأ أمام نادي معان بهذا الهدف الثالث. شوف حسان الزهراوي وكوليبالي، هنا كوليبالي ينجح، كوليبالي وانتهى الدرس يا سادة. هنا كوليبالي يحرز رابع الأهداف، انتهى المهرجان في هذه اللحظات. رباعية لمصلحة نادي الرمسة، يكشر عن الأنياب ويحرز رابع الأهداف، رباعيات الخيام هنا في هذا اللقاء.